الحمامات اللي نعرفوها، حمامات الصيف، حمامات البحر. اليوم حابين نكتشفوا مع بعضنا الحمامات الأخرى، أو بالأحرى ريف الحمامات. ومشينا مع أحد المواطنين اللي هو منجي المنطقة المنشار مسقط رأسه، واللي تجي في الضفة اليمنى من لوتورود. الضفة اليمنى هذية بعيدة كل البعد على الشيء اللي تراو فيه في الحمامات. المواطنين في المنشار عندهم عديد المشاكل، وخو منجي أحكينا عن المشاكل هذه وعطانا بسطة. عندنا مشكلة الطريق، عندنا واد ديما يحمل ما يتعداش، معناها تلامذة ما تتعداش باش تقرا. عندنا مشكلة الماء ديما مقصوص، إذا كان حل شهري عندنا شهرين ثلاثة مقصوص. عندنا جمعية مائية، بعض مثلا المواطنين ما يخلصوش الماء اللي يقص على المجموعة كاملة، ثم اللي يخلص وثم اللي ما يخلص يقصوا. أو يقولون مثلا ستيك قصت الماء، قصت الضوء، ويقص بالشهرين بثلاثة. يسر بنت المنجي زادة عندها ما تحكي، خاصة وأنها عندها ثلاثة أيامات ما مشيتش للمدرسة. اسمي يسر. أي فيش تقرأ؟ السنة الثانية. به قد عندك مشيش تقرأ يسر؟ ثلاثة أيام. وعليه ما تمشيش؟ خاطر المطر صبت ما نجمش نتعدى من الواد. باهي، وديما هكا معناتها وين تصب المطر ما تنجمش تتعدى من الواد للمدرسة؟ اي باهي. وفما ماء في المدرسة ولا ايه؟ فماش. دونك اش تعمل باش في المدرسة كي تعطشوا انتوما التلامذة اش تعملوا باش تشربوا؟ نشري. تحولنا من بعد للمدرسة نتاع المنشار وين تقرا يسر، وغادي التقينا مجموعة من المدرسين اللي حكاوا لنا بدورهم على المشاكل اللي تعترض خدمتهم. مشكلة يعني في الماء مقصوص، براسك من أول افتتاح السنة الدراسية الماء مقصوص، وبرشا مشاكل برشا ظروف يعني كما ترى فعل هنا. طريق أيضا يعني تسبب فما حوادث وقعت في الطريق أخيرا، يعني فما تلميذة تعرضت لحادث وتوفت، يعني برشا مشاكل، فما برشا مشاكل. اليوم انتم كإطار تربوي ولا كمدير مدرسة ولا كمؤسسة تربوية حاولتوش أنكم تتصلوا بالسلطات تحاولوا تلقاو حلول؟ ولا فما مراسلات يبعث فيهم المدير، لكن لحد الآن ما فما حتى شيء. ديما فما وعود لكن ما فما حتى شيء موجود. كل شتاء فما غيابات، وخاصة نحن المكثر نتاع الصغار كلهم يسكنوا ورا جبل من غادي كيف ما تصوروا، وناقصين يعني مش مهيئة، ناقصين الطريق يعني طريق رئيسية، ومعظم الصغار ورا جبل يعني معظمهم يغيبوا. مشكلة الماء سواء في المدرسة ولا في المنطقة؟ في المدرسة، بما أني حتى أنا نسكن لهنان، الحاجة الرئيسية اللي نعانوا منها عندها نقص في المياه، في الماء، وكيف كيف في الطريق معزولين جملة، تحسنا يعني معزولين. منجي باش يتجاوز مشكلة الماء المقصوص عمل الماشي، أما زعما تحلت المشكلة؟ مش حل وقتي وبرا، يلزم الجبال ويلزم، وديما نشرف الماء بالسيتير مش حل. اتصلت بالمعتمدية على مشكلة الطريق مش على الماء، فهمني؟ وقالوا لي في بالنا وهاو مش الريقلو هاو، قلت لهم حتى بروفيزوار فهمني، باش لكسي واللي سهل نتعدوا تلامذة ولا حد يمرض نهزوه للطبيب، ولكن ما عند الحكاية شهر ونص وما صار شيء. هذه القنطرة خدمتها جماعة الفلاحة فهمني، قعدوا 3 سنين وهما يهزوا وينفضوا ويخدموا فيها فهمني، بتاع عمال الحظائر وما كملوهاش. والحلاق مشوف الحلاق مقداش عاملينهم ديامتر 15 ولا 20 ساشي سكرها، معناتها ما عادش يتعدى الماء مغاديك ولا يتعدى من فوق فهمني، وتصور تلميذ بالله يقرا ويتعدى ويتعدى في الحاله هذيك. احنا عباد مسلمين ما احناش ما نحب نوصلوا صوتنا معناتها بالطرق سلميه، وما حبوش الاحتجاجات ولا يلزم البلاد ما داخله بعضها نزيدوا ندخلوها بعضها، مش معقول. اليوم شو الحل اللي تراوه معناها ناجع ينجم؟ ولا يحطوا لنا عباد كومبيتون في حكايه الجمعيه المائيه، ولا يردوها على السوناد، معناتها سوناد ايكيبي وعندها المرافق كل شيء، وتنجم حتى اللي ما يخلصش فاتورته نجم يقص عليه. هذا يا ارنب تكر على حلوف. الجمعيه المائيه هي تتكون من اعضاء ينتخبوهم المشاركين فيها، هي توفر الماء الصالح للشراب للمواطنين.
عن طريق اشتراكات ودفع المساهمات نتاع استهلاك الماء. وعليه ما تطلبوش ان السوناد هي اللي تولي لاهية بالتوزيع الماء في منطقتكم اليوم اللي هي المنشأة؟ والله مش احنا نطلب السوناد، السوناد هي معناتها فما السلطة هما اللي هما المعنيين، اذا كان فما مشكلة في جمعية ما نجمتش روحها ولا ماهيش قادرة باش تلبي رغبات المواطن، معناتها سي اوتوماتيكمون يلزم السوناد تتدخل وتعطينا الماء كأي مواطن في تونس. وهذا اللي صاير اليوم في المنشأة؟ هذا اللي صاير، الماء يتقص بثلاثة شهور فهمني بارتيرباسيون، وما سافوار كونترولي ماهوش كونترولي، معناتها سي نعيشوا في 2013 وكأن 1940 نعيشوا تو. مرت منجي كأي ربة بيت الماء المقصوص تسبلها في برشا تعقيدات. سي الحوايج كيفاش تعمل؟ نعبوا الماء بالبيدون، نصبوا في السطل ومن بعد نحط نغسل عادي، أنا كان الماء كان بالسطل ولا بالبيدون نجيبوه. وقد عندها الحكاية هذه؟ حاسيلو من أيامات الثورة. كان الماء يقص علينا نهارين نهار في الشهر ويرجع في زع في زع، بعد الثورة يقص بالشهرين ثلاثة، في الصيف حاسيله مشكلة كبيرة، كان ما نهز الأولاد لدارنا باش نغسل لهم وإلا حتى صابوني معناها عادي، خطر ما كنتي كبيرة نهز لدارنا طو باش نغسل. مشينا زادة للجامعة متاع المنشار وين اللي صليوا ما يلقاوش ماء يتوضاو بيه. في المنشار ولا في برشا مناطق أخرى من الجمهورية التونسية الماء مقصوص، زعم المشكلة من شكون؟ حبينا نعرفوا الإجابة على السؤال هذا، اتصلنا بمدام حميدة ذيبي سويسي وهي المديرة الفنية بمجمع التنمية الفلاحي الحياة واللي يضم منطقتي البسباسية والمنشار، وكان لنا معها الحوار التالي. صحيح المجمع متاعنا كما كل المجامع معناها يعاني صعوبات كبيرة، الصعوبات مش باش تختصر على منطقة المنشار ولا منطقة البسبسية، الصعوبات موجودة في المناطق الكل، وأهم مشكل هو تزويد المنتفعين اللي تابعين المنطقة متاعنا بالماء، بالماء الصالح للشراب. أنا نجم نقول كان الشبكة اللي حاليا معناها تتزود في المنتفعين شبكة غير قادرة على الإفاء بحاجة المنتفعين. المواطن في تونس تطور وبالأخص في المناطق الريفية، وريف حمامات معروف في تونس كاملة مش كما الرياف الكل ممكن بحالة خاصة، لكنه يعاني في صعوبات كبيرة برشا، أهمها صعوبات الماء الصالح للشراب. المناطق الريفية مزودة عن طريق المجامع المائية، يعني مش نعطي نظرة شاملة عن المجامع المائية في ولاية نابل، المجامع نتلقاو احنا يعني في عدد الدورات في المندوبية الفلاحية المديرين الفنيين نطرح المشاكل نتاعنا. المشاكل نتاعنا راهي مشاكل عويسة، وأهمها أهم المشاكل هي الشبكات المتهرية. الشبكات المتهرية يعني كل متهرية معناها شبكة غير قادرة باش توصل الماء للمنتفعين بالصفة الكافية. الشبكات هذه كانت عملت في التسعينات على اساس ثمر في التسعينات بالخاصه في المجمع نتاعنا عام 96، فما اللي قبل التسعينات، فما من الثمانينات، فما من السبعينات. المجامع هذه تعملت على اساس حنفيات عموميه، والتزويد في الحنفيات العموميه مش كما الحنفيات الخاصه. الحنفيات العموميه انسان يهز بدون ويمشي يملى الماء، لكن في الحنفيات الخاصه عندك سباله في دارك عباره سيستم سونات. احنا للاسف في الريف مازلنا ما وصلناش لسيستم سونات. الحاجيات نتاع المواطن تطورت لكن الشبكه ما تطورتش. سي فري احنا معناتها لحسن الحظ نتاعنا عندنا مشروع نتاع اعاده تهيئه للشبكه المائيه نتاعنا كامله. المشروع هذا يتبرمج من 2005 و2006، وقعت الدراسه في اواخر 2007 وبدايه 2008، عملنا اجتماعات تحسيسيه باش نحسوا المواطنين معناها اللي راهو فما مشروع جاي وفما معناها بوادر انفراج للأزمة اللي احنا فيها تو. المشروع مؤخرا يعني من باين سومان خذيت الموافقة، يعني تو حاليا موجودة في المندوبية الفلاحية في ولاية نابل، تنجموا تتصلوا بهم وتاخذوا منهم زادة الدوني. المشروع بتاعنا ان شاء الله باش يقع اعادة التهيئة بتاعه، باش يولي عبارة سيستم سونيت، كل واحد القصاص بتاعه
توفير كمية الماء بالكمية الكافية في أجل قديش؟ والله حسب معناها المعلوم في أجل سنة يعني عام من هنا ل 2014 تكون الإشكالة دي تحل إن شاء الله. وبعد مدام حميدة توجهنا للسيد كمال البهلي معتمد الحمامات واللي استقبلنا بكل رحابة صدر وعطانا بسطة على المشاكل الموجودة واللي تعرضنا لها والحلول المقترحة. منظومة الماء صالح الشراب، البسبسية، العرعر الصفر والمنشار، مجموعة المنظومة المائية هذه تزود ما يقارب ما يزيد عن 1500 عائلة في مدينة ولا. هي منظومة مائية قديمة معناها للإشارة، فيها ربط لهذه المنازل، ثم ربط قانوني، ثم ربط عشوائي. الشبكة المائية بحكم أنها قديمة ومتقادمة ما عادش نجم تلبي الاحتياجات الحقيقية للسكان، هذه حقيقة معناها نقروا بها. وبالتالي وقت يقول المواطن راه معناها الماء ما يوصلنيش، معناها يقول في الحق، يقول في الحق، يقول في الحق، باعتبار انه معناها الشبكه هذه معناها ما تطورتش مع تطور احتياجات المواطن. البسبسيه راه معناها كيف ما تفهم هي منطقه متاخ من مدينه الحمامات، معناها شبه منطقه بلديه، معناها قريبه ياسر، فهمني ولا. الانظمه المائيه الريفيه معناها بعيده ياسر عن الانظمه المائيه المدنيه، معناها باش نفهمه نظام الماء المدني يعتمد على 100 لتر للمواطن في اليوم، بينما نظام الماء الريفي يعتمد تقريبا 25 لتر للمواطن في اليوم. هذاك علاش معناها المستوى المعيشي نتاع الافراد في المنشار في البسبسيه ماهوش بعيد عن الحمامات، وبالتالي حاجياتهم غير ملبات على النحو المرجو. لهذا ثم مشروع مقترح في تهذيب مشروع الماء الصالح الشراب البسبسي، نقولوا تهذيب، علاش تهذيب؟ ما هوش توسعة، وإنما إعادة هيكلة، معناها القنوات مش نعود نكبروها ونعود ننظم عملية الربط بصفة منظمة. المشروع هذا تعطل سنة 2012 الحقيقة، معناها ربما تعطيلات معناها متسبب فيها المواطن ما قبل سنة 2012، هي أن توجدت بناءات فوق القنوات، فوق القنوات جاوبنا فوق القنوات، بناءات قديمه، بناءات معناها كما نقولوا فيها من قبل سنه 2000 وبعد سنه 2000 وهكذا. باهي مش معقول باش مشروع ما ينطلقش اذا كان ثمانيه من الناس في خلفيه، باش نحرموا 1500 عائله، مش معقول. لدينا المندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه مشكوره حضرت، وكان ذلك في 26 نوفمبر 2012 في منطقه البسبسيه، وتم الاتفاق على انه معناها مش نعاود المشروع هذا ننجزوه، واللي ثمانية من الناس هذونا مش يقع مبدئيا اللي يسوي الوضع بتاعها، مش مش ضربتهم بالشبكة جديدة إلا يسوي الوضع بتاعها، وهذا ما تم الاتفاق بشانه. وحاليا أنا اتصلت بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية دائرة الهندسة الريفية، هم تو حاليا في إعداد ملف طلب العروض، معناها في معناها كما نقولوا فيها في المراحل النهائية النهائية، وبحول الله المشروع ينطلق سنة 2013. ومجمع التنمية الفلاحي معناها هو على علم بذلك، فمن ولا، والناس الحقيقه غادي كانوا متفائلين بخير باش يعاودوا النظام المائي الكل. باهي هما 200 عائله مقصوص عليهم الماء، فهمني ولا، لكن انت راهو معناها دخلنا عديد المرات واستاك رجعت، ومن بعد يزيد قص الماء من جديد نظرا عاد بخلاص الفاتوره، زيد معناها كيما نقولوا فيها يقع تدخل معناها بعد ما المجمع يدفع شويه فلوس ما يدفعش كامل المبلغ. سيد معتمد كان نجم نوضحوا النقطة هذه، يعني لهنا فما مشكلة متاع عدم سداد الدين موجودة مرتين، في نقطة متعلقة بالستيج من جهة، وفي نقطة متعلقة بتخليص المجمع الجمعية المائية في حد ذاتها، كان زيدوا نوضحوا النقطة هذه. هي شنو العملية شنو هي؟ هي معناها ثم معناها مضخة مائية تمشي بالضوء، المضخة المائية هذه يخلص تخلص هي مجمع التنمية الفلاحي، يخلص الستيج، ومجمع التنمية الفلاحي يلمد الأموال نتاعه مستحقاته من الكليون بالزبائن. عديد الكليون ما عندهمش ربط قانوني، معناها يجي كما نقولوا فيها، وهذه حالة قديمة راهو، معناها كما نقولوا فيها رابط على الكوندويت وما عندوش كونتور، معناها الكوندويت مردوم تلقاه رابط وما عندوش كونتور، ويستهلك في الماء، المجمع ما نجمش يتصرف معاه، ما نجمش يتصرف معاه. شنو الحل؟ الحل يعني يكون حل معناها كما نقولوا فيها قضائي ومش يطول وما إلى ذلك، فهمني ولا. أول الحل أن نعاود نهيكلوا المشروع ونعمل ديكونتور واضحة، فهمني ولا، والإنسان يخلص ونسان يخلص يقص عليه الماء
تولي كما يقولوا فيها الامور مشخصه له. انا انت تخلص تشرب الماء، انت ما تخلصش تحمل مسؤوليتك. مش كما صاير تو على خاطر تو صورت ما يمت انا عائلات على سداد الدين المتخلط في ذمتهم يتقص الماء على العباد الكل، لانه ما ثماش دي كونت ما نجمش يقص عليه، ما عندوش الاليه والوسيله باش يقص عليه، والعمليه متعلقه ما عدا بالمشار. ثم المجموعات السكنيه الاخرى انا بحذاها مظن السكان الاخرين يشربوا عادي، يشربوا عادي معناها خالصين يشربوا عادي، في بلايص خريزة يشربوا عادي، يمثلوا تقريبا 15% معناها مجموع السكان. خلينا نشوف اجابات المواطن، المواطن سيد معتمد كي تقول له علاش ما تخلصش الماء وتقعد تتراكم معناها ويتخلل بذمتك قيمه ماليه اللي انت يلزمك تسددها، يقول لك انا المرفق هذايا ما هوش قاعد متوفر بصفه منتظمه، ويقول لك في الصيف قسم عديد المرات وفي رمضان ما خدمت كان جمعه. هذاك علاش المواطن يمتنع على سداد معناتها الديون المتخلده في ذمته. لهنا شنو ينجم يكون تعليقنا؟ معناها تو انا لهنا قلت لك معناها نقر وانه معناها الحاجيات الحقيقيه نتاع السكان لا يمكن تلبيتها بهذه الشبكه، معناها هذه اقرار، وربما حاجيات تتجاوز معناها المعدل اللي على اساسه انجزت الشبكه، هذه معناها نقرها، لكن انت ما يعنيش انه معناها للدرجه هذه انه الماء ينقطع. وشنو هو الماء ينقطع في فترات الذروه ولا تنجم كما نقولوا فيها ان بان ما ينقص شويه باش ما يوصلش، خلاص يوصل وما فيها باس. المواطن وقت ما يعرف روحه اللي مش يشرب واللي معناها كما يقولوا فيها يجي نهار بعد نهار ولا حاجه فيها بس باش يخلص، واذا كان وصلني الماء خنخلص ثاني باش نعاون المجمع نتاعي. هو في نهايه المطاف المجمع من هو اليه، المجمع هذاي هو معناها من السكان هذوك معناها. هذه حاجه احنا نتفهموها ونحاولوا احنا باش زاد نتفاهم مع شركه ستاك نطالبوها الحقيقه باش تفهم الوضعيه هذه، واللي يراه معناها ربما المواطن يولي معناها يسدد المستحقاته وقت يولي معناها المرفق هذا معناها ياخذوا معناها في وقته ويتمتع به. احنا بالحق معناها نتصلوا بستاج ونكرروا الاتصال بها ان شاء الله، وهم الحقيقه لبونا طلباتنا في عديد المرات. معناها شفنا مع بعضنا الحمامات، خلينا نقولوا الحمامات الوجه الاخر، وحاولنا نتعرفوا على مشاكل المواطنين في المنشار. اليوم فما برشا مشاكل، سواء ماء مقصوص، طرقات غير معبده، والمواطنين ولا صغارهم يلقاو برشا مشاكل باش يمارسوا حياتهم اليوميه. الحكومة اليوم مدعوة أن هي تلقى حلول عاجلة للمشاكل الاجتماعية اللي يعانيوا منها المواطنين في الأرياف على غرار ريف قرية المنشار، والمواطن من جهته يلزمه يتفاعل إيجابيا ويحاول يساهم في إنجاح الحلول المقترحة.